안녕하세요 여러분, 이진입니다. اليوم جايتلكم فيديو جديد وفيديو راح يكون عن مشتريات للمدرسة. طبعا أنا حاولت قدر الإمكان إنه أقاوم المشتريات، ما أشتري كثير بس ما قدرت أقاوم لأن المحل اللي أنا روحته يبيع الحاجات بشكل رخيص، فأنت لما تشتري الشغلات تحس نفسك أوه هذا برخيص، بشتري بشتري بشتري، بعدين يطلع لك فاتورة كبيرة عريضة أكبر من حياتكم. قبل ما أبدأ الفيديو لا تنسوا تشتركوا في القناة وتعملوا شير عشان يوصلكم كل جديد، وتتابعوني على الانستغرام لأني أنزل فيه كل شيء عني عن حياتي، صوري وزي كذا، فياريت تروحوا تتابعوني عليه. ثاني شيء لا تنسوا تتابعوا نارين وتاسو وقناة العائلة، تعملوا لهم سبسكرايب على قنواتهم الخاصة، بحط لكم الرابط في صندوق الوصف. يلا نبدأ. طبعا انا اشتريت كيس عريض كبير في كل الاغراض لانه انا ما قدرت اقاوم الشغلات الكيوت والحاجات الكيوت. هذه شنطة صغيرة من شخصية جانكو. طبعا كل اصحابي مهما كان عمرهم مهما كان سنهم يموتوا بهذه الشخصية. هذه شخصيات حقت شخصية اطفال كرتونية مرة محبوب في كوريا، انا كمان احبه احسه ظريف. القطعة الثانية وهو هذه المخدة الكيوت، احبه مرة مرة شكله كيوت، ولأول مرة يعني انا موت بح اي شيء اسمه مخدة لانه انا اعشق النوم في المدرسة واعشق النوم في الحصص، فاشتريت هذا الشيء. تحط يدك بهذا الشكل وتنامي عليه بهذا الشكل بحيث ان يدك ما تنمل ولا شيء. والان اشتريت هذا الملتيشيو لانه دايما يعني نستخدمه بكثرة في المدارس، يعني حياتك بدون ملتيشيو ليس لها معنى. ثاني شيء اشتريت هذه الحقيبة حقت الميك اب، داخله ميك اب مثلا وهند كريم وكذا، وبعدين هذه العلاقية شوفوا اعلقها في الشنطة بحيث انها ما تضيع، بدل ما احطها في جيب من الجيوب وكذا فتاخذ مساحة، ما بدل ما اخذ مساحة وزي كذا احطها بس تعليقة وخلاص، ويكون شكلها انيق وكمان شكله ظريف وكيوت، فاشتريت هذا. ثاني شيء اشتريت هذا المقلمية عشان احط فيه بعض الاقلام. طبعا ما اشتريت اقلام كثير لان البيت متوفر فيه اقلام، والغريبة انه انا دايما اشحت اقلام من اصحابي، متوفر بس انا اشتري اقلام وتضيع علي او احطها في مكان وانساها او احطها في الدرج وبعدين ارجع اشحت من اصحابي، فاشتريت هذه المقلمية. ادوات المدرسة اشتريت هذا عشان الحظ، كان في شغلات كثيرة مثل ما شفتوا في الفلوق انه كان في علاقية وتعليقات كثيرة للشنط، بس انا حبيت هذا عشان الحظ، مكتوب بيري لك لوكي، من جد عجبني لانه اتمنى يكون عندي هذه السنة حظ، يعني انا الصراحة هذه السنة اغلبيته مو متفائلة فيه، يعني كله كآبة كله حزن. طبعا هذه مو من ادوات المدرسة بس انا اعشق شيء اسمه عقود، يعني سلسال، شوفوا هذا كما اشتريته، هذا الشكل، شوفوا شكل قفل او كتابة ما اعرف ايش، وهذا شكل بوي صغير، وهذا الشكل اللانهاية. انا مرة اعشق لبسهم لانه بالذات لو لونه كذا ابيض او فضة زي كذا اعشق طريقة لبسهم. اشتريت هذا، طبعا هذا حقة الحبوب او مسح الاشياء، فهذه مو حقة اللدان بس هذه حقة تنظيف الحبوب زي كذا، اشتريت منه، هو ما اشتريته هو خذ هدية. والان جينا للشغلات الدراسة. طبعا انا احب الشغلات الكيوت وهذا لانه انا اعتبر نفسي مو حق الدراسة. أول حاجة تفوت نارين ما تحب استعمال هذه الأشياء، تحس إنه هدر للمال، بس أنا أحس إنه حاجة جميلة. طبعا أنا أحتاج لما أشتري جلي دائما من جنب المدرسة، البقالة اللي جنب المدرسة دائما أشتري جلي فتبقى مفتوح، فهذه عبارة عن أكياس خاصة تقفلي عليها وتحط جلي بسكويت أي شيء تبقى معاكي وقت أطول، بحيث إنه أنتي لما تفتح الجلي ولا كذا يعني تخزين للجلي والحلويات زي كذا. هذه هي شكل الأكياس. والآن أنا قلت لكم إني ما أحتاج أقلام كثير بس أنا حبيت هذا لأنه ما قدرت أقاوم شكله، عامل زي المكرو، من جد حبيت شكله وعجبني شكله، شكله طريف مرة. والآن لا ننسى المطاطات اللي أنا مرة أحبها، طبعا كثير مرات صورت في تيك توك وصورت بعض الفيديوهات وأنا لابستهم بيدي مو بشعري، مرة أعشق هذه الأشكال وهذه الألوان من المطاطات لأنه يمديك تلبسيه شكل سويرة. طبعا هذا القلم
له ذكريات. هذا القلم من جد من جد أحلى قلم في التخطيط والرسم، بالذات الكتابة الصينية. دائما لما إحنا نحب نكتب الصيني دائما يعطونا هذه الأقلام عشان نكتب الكلمات الصينية القديمة أو الكورية القديمة اللي هو الهنجة، فيعطونا هذا القلم. وما أن إحنا يعني في عصر المرض وزي كذا، اشتريت الماسكات هذه تقريبا داخلها 3 حبات. اشتريت هذا اللي هو حقت حلويات وتزيين، لو حابين تهدوا شخص أو شخصة أو بنت، يعني تهدوا أحد صديق أو صديقة تحطوا فيه وتعطيلهم، وفي جلي شوكولات أي شيء وتحطوه بهذه الأكياس وتكون بهذا الشكل. طبعا في شغلة مرة أعشقها، شك كيوت، يعني أكيد حاجة هذولا كل شيء الكياتة، وهذه كياتة ثانية أنا حبيتها. هذا عبارة عن محايا على شكل مكرو، دايما يجيبوا لنا دايما المكرو بهذا الشكل بنفس العلبة، فجابوا لي هذي شكله كيوت فاشتريتها، مرة حلوة ورخيصة وحبيت شكلها. طبعا هذه الأشياء ما تعتبر من أدوات المدرسة، بس مثل ما قلت لكم إن المدرسة تعتبر البيت الأول، فيمديك تستخدمي أي حاجة في حياتك، ميك اب ميك اب زي كذا في الوقت الراحة، فيمديك إنك تستخدمي هذا الماس وزي كذا. في كان بعض البنات يجيبوا أدوات التجميلية وكذا ويستخدموها. الأشياء اللي أنا استخدمها للجروح ما جروح، نارين طبعا استخدمت الحاجات العملية. عن نفسي أنا ما أهتم للعملية ولا عملية وما أعرف إيش، أهتم لأنه شكله كيوت عشان تحطي في وجهك الجروح، وفيها أنواع أشكال للصقات. يعني لو أنت عندك جرح زي الدائرة صغيرة تعمل لك زي الدائرة، لو عندك جرح صغير تكون يعني عدة أشكال للصقات، يعني فيها عدة أشكال. أنا بشوف الحين أوريكم إياه. هذا اللصق بهذا الشكل دوائر، وهذا اللصق اللي تنحط يعني تحطيه في الجبهة صغيرة مرة، وهذا اللصق لليد والرجول زي كذا. اشتريت علك لأنه أنا مرة أهتم للعلك، وأهتم إنه دائما أكل علك، أكثر وحدة في المدرسة أكل علك. لا ننسى أهم شيء دائما يتواجد عند كل بنت في المدرسة، هذا عادة أنا أشتري بريحة الفوكسنا، بس أنا حبيت ريحة الياسمين، ريحته مرة خطيرة. اشتريت هذا، هو معطر الفم بريحة الجامونج اللي هو عبارة عن برتقال ما له طعم، مش عارفة إيش هو بالعربي. ولا تنسوا أوريو بشكل صغير، حجم صغير مرة أحبه. طبعا أنا حبيت اشتريت الثنتين لأنه أنا مرة أحب البسكوت أوريو، بس هذه بنكهة الفراولة وهذه بنكهة الحليب، ما اشتريت بنكهة الشوكولاتة لأنه ما أحب الشوكولاتة كثير. دائما أنا ما أعتمد استخدام الميك اب، بس هذا الشيء جزء مفضل باستخدام الميك اب. واشتريت هذا هو قصص أظافر، هذه طبعا تكون جزء مهم في مشترياتي. هذا عبارة عن كولاجين، هذا الكولاجين مرة مفيد لكم، انا دائما استخدمه لانه عشان انا حاليا بفتره دايت، فاحتاج حاجه تعطيني طاقه وكمان لبشرتي لا تتعب ويصير فيها مشاكل كبيره او يصير فيها زي الشيخوخه وزي كده. والان وصلنا لاخر قطعتين، هذا القطعه طبعا هذه تعتبر عن ورق، يعني لو عندك زي هذه التكتلات الدهنيه اللي تكون كده مع الحر وكده يظهر في حاجه زي الدهن او العرق اللي يكون فيها املاح وكذا، عملي كذا وهذا الشكل وتمسحيه، تمسحي كل حاجه يطلع من وجهك، يعني دهون ما دهون يبين كذا وجهك كذا دهني، فتمسحيه بتقدري. وهذا الشيء هو لاصق، هذا التيب لتزيين الورق، تزيين الحائط، تزيين اي مكان. انا اشتريته Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't try no.